فرفعت دعوة قضائية بتاريخ 28 أكتوبر 2021 أمام محكمة الشرقة، وطلبت إبطال محضر الجمعية العامة المنعقدة في باريس بتاريخ 29 جانفي 95 لمخالفتها القانون. فيه حتى باش ما نقولش الانسان راه غايب ونتكلموا في كذا ولا كذا، فيه دفوع تحم، قال لك مساله التقادم وانت من 95 هذا وين جيت وكذا. قلت نو، قلت من 95 سي فطاني ما سكتش، كاين احكام، كاين قاضي، ما كانش تقادم. المساله لما تتعلق بنظام عام ما كانش تقادم، مساله لما تتعلق انت تسوق برخصه السياقه ماشي تاعك، تاع خوك، تاع صديقك. في اي لحظه 20 تستنى انت تسوق واحد ما حكمك، البراج الاول اللي حكمك، الحاج الاول اللي حكمك، ويلقى بلي رخص السياقه ماهيش تاعك، تسلك. ما تقدرش تقول وانا عندي 30 سنه وانا نسوق من النظام العام. اثرت هذه المساله امام المحكمه، ووقع فيها سجال قانوني كبير بيني وبين المحامي تاع سي سعد البراب، موجوده في الحيثيات تاع الاحكام، ورفعت دعوه استعجاليه لوقف اصدار يوميه ليبرتي. القضاء رفض لي الدعوه الاستعجاليه، رفضوها لنا، درت استئناف، ايدوا الحكم، رفضوا لنا الدعوه الاستعجاليه، قال ما كانش عنصر الاستعجال، خلي الجريده تخرج، روح قاضي امام قاضي الموضوع. وتساجلنا وتحاججنا امام قاضي الموضوع، وانتهت القضيه لصالحنا بتاريخ 8 مارس 22 صدرت محكمه الشرقه القسم التجاري حكما ابتدائيا يقضي ببطلان محضر الجمعية العامة العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة جزائر النصر والإشهار سايك، الصادر بباريس بتاريخ 29 جانفي 95، ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس. عندنا كثير من الطلبات شق رفضهن، واستجابوا للطلب الأساسي القضاء طبقا للقانون، والتسبيب تاع المحكمة يشير إلى مخالفة هذا الجمعية العامة هذه للقانون 90/7، وباللي ما عندهمش الحق، فطاني ما عندوش حق يتنازل، والشركة ما عندهاش حق، لإنشاءها ربرا ما عندهاش حق تمتلك هذا العنوان دون احترام الإجراءات القانونية. هذا هو الحكم. سكتنا، يعني احنا كنا ساكتين ولم نتكلم، على انتم إعلاميين ما كنتوش عارفين باللي كاينة قضية في القضاء، يعني مشينا حتى لا نثير ضجة، حتى لا يتم استغلال القضية من طرف أطراف من هنا ومن هناك، حتى لا يعني يستغلوها بعض السياسويين لكذا وكذا. وكم تعرفوا أنتم في البلاد غير تصرى حاجة صغيرة الناس كل يهزوها كذا وكذا. دونك مشينا في هدوء وتقاضينا، والمحامي نتاعو قدم الدفوع نتاعو، وتقابلنا بالمذكرات في العدالة، وخرج الحكم هذا في 8 مارس. السؤال المطروح، لماذا يعلن عن حل هذه الشركة هذه في هذا التوقيت بالذات؟ لماذا لم يعلن عنها من قبل؟ ها هو الشيء الذي حز في نفسي، وأردت أن أشارك في هذا الندوة للتوضيح الرأي العام، للرأي العام وخاصة النخبة، خاصة النخبة، لأن الآن قلت فيه تجاذبات جهات من هنا ومن هناك تعطي تفسيرات، ادخلوا اليوتيوب وفيسبوك تشوفوا، يعطيوا تفسيرات وتأويلات بعيدة عن الحقيقة. خلاص هاي الحقيقة والرأي. لماذا لم يعلن عن حل هذه الشركة قبل 8 مارس 2021؟ علاه تستنى حتى يخرج الحكم من القضاء ولا تتكلم عن حيثيات هذا الحكم؟ الشعب من الرأي العام من حقه يعلم الحقائق، علاش نخبيو هذه الحكايه باللي كانت قضيه في العداله رافعها في الطاني، وباللي في الطاني من 95 ما سكتش؟ يعني انا كمحامي وقليل وين نلقى واحد يبقى شاد ما يطلقش، يبقى لاش تيطيح جنو يبقى يحبي جنو باش يجيب حقه، وما ضاع حق وراءه طالب. علاش ما تكلموش عن النقطه هذه؟ دونك هاي الغايه، الدافع اللي خلاني نشارك في هذا النوع. انا ما عندي حتى خلفيه مع سير براب، راجل محترمه هو في حاله، ما عندنا حتى خلفيه معاه، عندنا حتى الخلفيه اللي بيناتنا قضيه
خصومه قضائيه، خصومه قال سيف الطاني عنده المحامي تاعو، هو عنده المحامي تاعو، دخلنا في معركه قانونيه قضائيه نجحنا فيها، نجحنا فيها على حق وطبقا للقانون. اخيرا استرد رزقه واحد راح منه رزقه تقريبا 30 سنه استردوا الان. هذه الحكايه ما يعطيوكمش تفسيرات اخرى كلها كلها، هاي الخلفيه والراي. جبري سامبلومون اؤكد على نقطه كما قال، قرار محكمه صدر في 8 مارس عندما طلع البراب على القرار تاع المحكمه انا ذاك قرر حل الشركه، لم يعطي سبب الرئيسي. لما سألوا أولا قال لي أسباب قرار شخصي عائلي وشخصي فائقة مالية لا، وبعدين قال فيه أعراض يعني أسباب شخصية عائلية وفي كذلك عوامل اقتصادية. Mais il n'a jamais parlé de cette affaire de justice. Il m'a dit que c'est un décision de la justice de l'Algérie. Il m'a dit jusqu'à il y a 4 jours, jusqu'à mercredi, jusqu'à jeudi. Il n'a jamais évoqué ça. Pourquoi il l'a caché? Pourquoi il l'a caché? Il a dit qu'il n'a pas de la justice. يا ترى يشك في نزاهة العدالة الجزائرية؟ إذا كان يشك في نزاهة العدالة الجزائرية، لا محامي وجاوبوا قدم دفعة جاوبوا. علاش تخبي قضية حاجة اللي ممكن الشعب يعرفها في سيمانا بري؟ ها هاو تعرف لو غوا إنو كيسكي لا كاشي دون سي سيتياسيون كيف غاتيل غيبوندغ سا؟ Pourquoi il n'a pas dit que j'ai perdu la bataille? Et j'ai décidé de ne plus négocier avec Fatani parce que pour lui, il a pris ça comme une honte, comme une capitulation. Bien, on a fait la vie, on a gagné, on a perdu. Le haram, le bien mal acquis ne profite jamais. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Donc, c'est ça le point le plus important. Arbra vous a menti. Il a menti à ses journalistes, il a menti au lectorat de Liberté, il a menti aux Algériens, il a menti aux membres de la société civile qui se sont solidarisés avec lui. Jamais, à aucun moment, il ne leur a annoncé qu'il avait perdu au procès, qu'il avait perdu à jamais Liberté. La vérité est là. شكون كذب؟ شكون اللي يكذب؟ انسان من البدايه مشارك معاه الى يومنا هذا اكثر من تقريبا 30 سنه هو يكذب 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 الى ان في سون كريدو. جوسكا كان؟ جوسكا كان؟ مي لا رياليتي دوات اتر ديت. دونك تو سكو فوز ا راكونتي سي ديرني جور سي دي منسونج. دي منسونج اي دي منسونج. Cet argent qui corrompt, cet argent qui tue, cet argent qui pousse les gens à s'opposer les uns aux autres, c'est le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent est un véritable danger pour ce pays. Et on l'a vu avec le Hirak, on l'a vu avec ce qui s'est passé dans le pays. Comment des oligarques ont jeté même l'avenir d'un pays, de son peuple, de sa jeunesse, et la mer. C'est ce que vous devez comprendre à travers ce message.